It's me, Blue Mario. معكم بلو ماريو. اليوم في فيديو جديد باش نحكي معاكم كما قلت تايتل ابديت للشين، مش معناتها ميزاجور ولا حاجه كيما هكا، اما ابديت في المشاريع وكل شيء. نعملهم ديما بعد ما نكمل حاجه مهمه كيما تو بعد نحكي فيه، ديما نعمل هكا فيديوهات ابديت باش نخلي الفانز اللي تبعوني ولا حتى اللي من بعد يجيو سبسكرايبرز جدد حبوا يشوفوني كيفاش بديت. اوكي، كل مره يشوفوني نعمل ابديت نحكي عن اللي عملته اللي باش نعملو. حسيلو نبداو. اول حاجه نبدا اني انا نحكي بالتونسي، خاطر تو بديت بالاول هكا بحكي بالتونسي وتشارت شوي في تونس 130 سبسكرايبرز تويكا. شنو اللي في الفيديو هذا جدد بعد شنو اللي نحكي بالعربي الفصحى باش انتشر في العالم العربي الكل. انا من الاول عامل هكاكا، ممكن على الاول بالتونسي باش نسهل على روحي بعديك تويكا نتعود بالعربي الفصحى. هيك هو على غالب معناتها التونسة ممكن ما يعجبهمش، ما هيك يزمني هكا خاطر اول واحد في العالم العربي يحكي بالتونسي من بالفرنسي شوية، ممكن يزمني الناس كل نفهمه. من تويكا مفروض نولي نحكي ديما عربية فصحى. حسنا تيت من تو ها زيدا قمت ليتس بلايز لسوبر ماريو بروس وسونيك دي هيدجهوك وجيم بلايز ل العاب نينتندو انترتينمنت سيستم معروفه بالناس. يعني قمت بها كيربي مثلا مترويد ليجند اوف زيلدا الى اخره. والان بعد ما انتهيت منهم وقمت بلايف ستريم لختمهم، ختمي هذه الالعاب لن اعود اليهم الا الى بعض الالعاب مثال سوبر ماريو بروس 3، يعني اعود اليها قبل ان اقوم بسوبر ماريو جالاكسي 2 اظن هكذا. سونيك ذا هيدجهوك 2 اند سونيك ذا سي دي. والان ساهتم بالليتس بلايز، يعني انا احب ان اكون ليتس بلاير اكثر من قناة تقوم بجيم بلايز دي اي العاب. اريد اكمال الالعاب، يعني هذا هو ما يعني بالليتس بلاي ولقب الليتس بلاير. ساتلها تو بالالعاب السوبر نيس مثل سوبر ماريو وورلد، سوبر مترويد، سونيك 3 يعني هو سيجا جينيسيس، ممكن اعتبارهم سوبر نيس يعني نفس الفترة هكذا. سونيك 3 اند نيكلز، كيربي سوبر ستار، دونكي كونغ كونتري، ميجا مان اكس، ماريو كارت، ستريت فايتر. ممكن جيم بلايز لألعاب أخرى قديمة مثال فيرتيا كوب. نزلت أفكر في الأمر، إذا لديكم اقتراحات ألعاب 16 بيتس يعني ليست 3D قديمة فقط قول لي في كومنت لأقوم عليها أقوم بجيم بلاي للعبة. بالنسبة لهذه الألعاب فضيناها. الآن لدينا مشكلة جديدة، يعني أقوم بالليتس بلايز وأنا أقرأ، يعني مازلت في المعهد، مازلت في دراستي من عمري 15 سنة. كل جمعة كل أسبوع أقوم بجيم بلاي وليتس بلاي أو اثنين، يعني إلى أني عطلة الربيع عندما عندها أكمل كل الليتس بلايز للألعاب السوبر نيس هذي، أو يمكن أيضا إلى بعد شهر مايو أفريل. يعني المهم أريد أن في الصيف، يعني في الصيف أبدأ بألعاب النينتندو 64 والبلايستيشن 1 هكذا. حسنا، الآن هناك تقنية الـ HD وأنا عندي مشكلة في الإنترنت، إنترنت خاصتي ضعيفة. إذا قمت بـ HD فيديو HD يصبح 800 ميجا بايت كحد أقصى، و 600 إلى 800
عندما أقوم بالتنزيل على اليوتيوب يبقى ساعتين أو ساعتين ونصف، وفي بعض الأحيان يعني في وسط التنزيل يقص، واضطر أن نعود من لو جديد. يعني هذا الابديت الماي تشانل، مو نحاول كالعادة ديما أقوم بلقطات مضحكة يعني بالجي مود أو أي شيء في وسط الفيديو لنقد بعض الأشياء فيها بصورة مضحكة يعني، وغالبا أضعها في آخر الفيديو. وعلي أن يعني أنا بدأت بالعربي عندما أتكلم أفكر في الكلام، يعني لست متعودا على العربية الفصحى، يعني علي أن نحي محو هذه ال يعني تعودت على التونسي يعني دون الإزعاج. المهم أظن هذا كل شيء، فقط أرجو أنكم تعرفتم ماذا سأقوم بعد، يعني فقط بديت ليس شيء كبير. ذكرت شيئا، يعني هناك أنا لست أقوم فقط بليتس بلايز، يعني ليس فقط جيم بلايز الألعاب، أقوم بتوتوريالز متعلقة بالجيمينج الجيمينج عامة، مثل الإيميليترز الريترو جيمينج، مثل قمت توتوريال كيف تشغيل ألعاب نينتندو تايمين سيستم على البي سي الكمبيوتر الشخصي. أيضا بنشر يعني أنشر لكم أخبار نينتندو مثل نينتندو دايركت، أقوم بنشر تايلرز، ثم أقوم بأناليسكس لهذه الجيم بلايز، يعني هذه التريلرز، تفصيل ما بها من أسرار. وهنا بالنسبة للسبونسرز، يعني كنت أنسى لدي سبونسرز قبل نكست جين جيمرز و Arabic جيمرز كوميونيتي، أضطر معناتها ألغيهم من سبونسرز، لا فقط خدمتهم بها وينشروا فيديوهاتي، بس فكرت اني اقوم سبونسرز كل مرة وبدل سبونسر لي اعاون يعني اساعد صفحات الجيمينج، ليس كل مرة نفس الصفحة، يعني اساعد صفحات الجيمينج لربح هذا اللايكس. وسأبدأ بمشروع صفحة محبين نينتندو العرب، هي هدف من هذه القناة، يعني قمت بهذه القناة لخلق مجتمع لاعب العرب اللي يحبون نينتندو ويتابعون أخبارها، وأيضا ليس فقط نينتندو، يعني سيجا وكابكوم كل شيء من يأتي من اليابان ألعابهم هنا محقورة، تراهم يتحدثون عن بلايستيشن 4 و 4 سمحوني بلايستيشن 4 و اكس بوكس 1 والويو او 3 دي اس شبه محقورة وألعابها، يعني نحاول خلق هذا المجتمع في تلك الصفحة وسأكون أدمن بها أنا وأخي أصحابي. أظن هذا هو كومنت، عندكم شي اي حاجة تحبوا تقولوها سمي بالماريو، سمي نيكست تايم.